بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، أي الإحرام بالحج يصح في أشهر معلومات، وهي شهر شوال، شهر القعدة، 10 أيام من ذي الحجة. ففي أي يوم أحرم بالحج من هذه المدة انعقد إحرامه ولزمه المضي فيه وإتمام المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، كل هذا داخل في مضمون هذه الآية الكريمة. الحج شعيرة عظيمة في الإسلام، وهو على نوعين: فريضة وهي في العمر مرة، الحج مرة واحدة هذا فريضة على المستطيع، من استطاع الحج بوجود ما يبلغه إليه من الزاد والراحلة وكان مستطيعا في جسمه أجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ومن استطاع ببدنه ولم يستطع بماله فليس عليه حج، ومن استطاع بماله ولم يستطع ببدنه يجب عليه أن يوكل من يحج عنه حجة الإسلام ويعطيه نفقة الحج وزاد الحج وينوب عنه في حجة الإسلام. الحج أشهر معلومات، أي الإحرام به ينعقد في أشهر معلومات يعرفها الناس، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة، 10 أيام من ذي الحجة، هذه أيام الإحرام بالحج وأيام أداء المناسك فيه كما بينها الله جل وعلا، كما أمر بها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، أي افعلوا كما أفعل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو الذي يبين عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله ما أمر الله جل وعلا به وما أوحاه إليه، وقد بين البيان التام عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، وما توفاه الله إلا وقد تكامل هذا الدين على يده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا في عرفة في حجة الوداع، قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. في يوم عرفة نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة، وما عاش بعدها إلا شهرين وأياما توفاه الله بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة
وترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله رب العالمين، المسلمون بخير وعلى خير ما تمسكوا بدينهم وعظموا شعائر ربهم وأدوا ما أوجبه الله عليهم فهم خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالكتاب كله. ولو آمن أهل الكتاب، يعني لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وكل سيحاسب عن عمله ويوقف على جزائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما يسأل أحد عن أحد، لا الوالد عن ولده ولا الولد عن والده، كل مشغول بنفسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم ما خسروا أموالهم ولا ديارهم، وإنما خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل الله العافية. ولا حجة لهم ولا عذر لهم، بلغتهم الحجة وقامت عليهم البينة فليس لهم عذر بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لهم ما يجب عليهم وما فرض عليهم، أتم البيان وأوضح البيان. وهذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم متمثل في أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، كل هذا مدون ومحفوظ وموجود والحمد لله بأيدي المسلمين. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بينهم بما تركه لهم من البيان ومن الأوامر والنواهي. أليس لأحد عذر أن يقول ما دريت أنا ما بلغني شيء؟ لا، بلغت هذه الرسالة المشارق والمغارب، وتحدث بها الناس جيلا بعد جيل، فهي بينة وواضحة. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا الآن بما بينه وتركه لنا. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم معالي شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم، واستأذنكم بطرح بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز لمن لم يكن عنده علم شرعي أن يفرد مذهبا من المذاهب الأربعة أو شيخا معينا في كل مسألة؟ يجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، ليس المتعالمين وليس الجهال، إنما أهل العلم. اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. أما الإنسان العالم فهذا عنده ما يكفيه ويبين له، وأما الجاهل فيجب عليه أن يسأل العالم ولا يقول أنا ما أدري. إذا ما تدري اسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر، ولا يسأل الجهال أو المتعالمين
أو المقلدين من غير بصيرة، يسأل أهل العلم. الله قال اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم يسأل الذي يعلم، وأما الذي يعلم فهذا عنده الحجة الحمد لله وليس بحاجة إلى السؤال. فما في الأمر خفى والحمد لله، الأمر واضح والدين بين والحجة قائمة علينا جميعا إلى أن تقوم الساعة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: منزلنا في الشرائع ونبعد 3 شوارع عن حد الحرم، فهل نحرم من المنزل أم نذهب للميقات؟ ميقاتكم منزلكم، من كان دون المواقيت 5 فإنه يحرم من المكان الذي نوى الحج أو العمرة فيه ما دام أنه خارج الحرم. أما إن كان داخل الحرم يحرم بالحج لا بأس، لأنه سيخرج لأداء المناسك إلى الحل. وأما من كان في العمرة فلا يجوز أن يحرم بها من الحرم، لا بد أن يحرم بها خارج الحرم، لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم وهو أدنى الحل أدنى حدود الحرم، فأحرمت منه بالعمرة. فالإنسان إذا نوى العمرة لا يحرم منها في الحرم، بل يخرج إلى خارج حدود الحرم. وأما من يريد الحج فيحرم ولو من مكة لا بأس، لأنه سيخرج إلى عرفة فيجمع بين حل وحرم، لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم. نعم. أحسن الله عليكم. كلنا في المشاركة بالحج بالمشاعر المقدسة من يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله، فهل لنا القصر في الصلاة لأن الإقامة ستكون أكثر من 15 يوماً في المشاعر؟ المسافر إذا أقام في مكان واحد أكثر من 4 أيام يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام يلزمه إتمام الصلاة ولا يقصر، لأن السفر انقطع بهذه الإقامة الطويلة. نعم. السلام عليكم. هل تقليم الأظافر لغير الحاج واجب أم سنة؟ يستحب، هذا من الخصال، من خصال الفطرة، خصال الفطرة تقليم الأظافر وجز الشوارب وإعفاء اللحى. نعم. أثابكم الله. من قام بحج حملة للحج ثم طرأ له عارض، هل يلزمه الحج في ذلك العام أم يمكنه تأجيله للعام القادم علما بأنها حجة تطوع؟ إذا نوى الحج ولم يحرم به فإنه يجوز أن يتنازل، أما إذا أحرم بالحج لا يجوز له أن يتنازل. فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. أثابكم الله. يقول: كنت صائما صيام تطوع وارتفع الضغط عندي فوصف للطبيب حبة دواء وبلغتها وأنا صائم وأكملت صيامي، فهل أفطرت وهل علي قضاء؟ نعم، إذا كان صيام واجب كرمضان أو نذر أو كفارة فإن هذا اليوم يبطل صيامه بابتلاع الحبة متعمدا يبطل، عليك أن تصوم يوما مكانه. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: أحرص كثيراً على القيام لصلاة الفجر لكني في أغلب الأحيان لا أصلي إلا بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة وبماذا توجهونني أثابكم الله؟ إذا أردت النوم تجعل عندك منبه ينبهك للصلاة،
اجعل عندك منبه أو توصي من حولك أن يوقظوك للصلاة، توصي أهلك أو من حولك من زملائك. لا يجوز أنك تقول متى ما قمت أصلي، لا ما يجوز هذا. يجب عليك القيام للصلاة في وقتها مع الجماعة، لأن توصي من يوقظك، تجعل عندك منبها يعني يتحرك عند دخول الوقت، تقوم وتصلي. الحمد لله الأمور متيسرة، ما لحد عذر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الذهب الذي يلبس في العام مرات قليلة فقط؟ الحلي الذي تعده المرأة للزينة ليس فيه زكاة على قول جمهور أهل العلم، وهو المفتى به في هذه البلاد، أن الحلي الذي يعد للاستعمال ليس على صاحبته زكاة فيه، لأنه لم يعد للنمى وإنما أعد للاستعمال، فهو مثل الثياب ومثل الملبوسات، ليس فيه زكاة على قول جمهور أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. قول السائل: امرأة كانت متزوجة برجل وأنجبت منه ولدا واحدا، ثم طلقها وتزوجت غيره وأنجبت أربعة أولاد، والآن هي تسأل: هل لابنها من الزوج الأول نصيب من ميراثها إذا ماتت؟ وهل يحق لها أن تكتب له في وصيتها شيئا من الميراث؟ أما نعم السؤال. يقول الله حسن إليكم: يقول امرأة كانت متزوجة برجل وأنجبت منه ولدا واحدا، ثم طلقها وتزوجت غيره وأنجبت أربعة أولاد، والآن هي تسأل: هل لابنها من الزوج الأول نصيب من ميراثها إذا ماتت؟ بلا شك له نصيب من ميراثها إذا ماتت كإخوته من زوج آخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. تقول: هل يحق لها أن تكتب له وصيتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوارث لا يجوز أن يوصى له، يكفيه ميراثه. نعم. تبارك الله. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط علما بأن قيمتها بدون التقسيط مثلا 50,000 وبالتقسيط تصبح قيمتها 60,000، هل هذا حلال أم حرام؟ حلال والحمد لله. لا شك أن البيع الآجل ما هو مثل البيع الحال، البيع الآجل يكون في زيادة من أجل الأجل، لا بأس بذلك والحمد لله. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريم. نعم. صلى الله عليكم. ما حكم الوشاية والتحريش بين الناس؟ حرام هذا الذي يوشي بين الناس، يحرش بعضهم على بعض، هذا نمام والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يمشي بين الناس النميمة ليفسد بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. هذا وعيد شديد. النميمة محرمة لأنها توغر الصدور وتفرق بين المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. ما حكم تقبيل المصحف؟ لا بأس بذلك، فعله بعض الصحابة، إذا قبل المصحف لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أعوكم الله. هذا السائل يقول: أنا طالب علم بفضل الله، ولدي خالة شيعية هنا في السعودية، وأنا أريد أن أنصحها وأبين لها، ولكن أمي وأبي يقولون لي: لو فتحت معهم هذا الموضوع لم نرضى عنك، إنما تزورها وتسلم عليها فقط. فقلت لهم: لن أذهب إليها إلا ناصحا لها، وإلا فلن أذهب إليها، وقد منعت أخي من زيارتها أيضا، فما حكم ذلك وهل فعلي صحيح؟
الزيارة لا بأس بها، بل هي مستحبة للقريب، والمناصحة واجبة، أن تناصحوها وأن تدعوها إلى الإسلام وإلى السنة وإلى العمل الصالح، هذا واجب عليكم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. صلى الله عليه وسلم. كم عدد ركعات السنة في صلاة الجمعة قبل وبعد؟ الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما يصلي إذا دخل المسجد ما تيسر له تحية المسجد، وما زاد على ذلك كله خير، لكن تحية المسجد متأكدة أول ما يدخل. إن شاء تزود وصلى، حتى لو استمر يصلي إلى أن يحضر الإمام فهذا أفضل، وإن اقتصر على تحية المسجد وجلس يتلو القرآن ويذكر الله لا بأس بذلك. أما راتبتها فهي بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات. بعض العلماء يقول إذا صلاها في المسجد تكفي ركعتان، وإذا صلاها في البيت يأتي بست ركعات بثلاث تسليمات. نعم. بارك الله. يقول السائل: يوجد مشكلة بين رجل وزوجته، والمرأة تريد الطلاق، وحاولت الإصلاح بينهم وعجزت، فهل يحق لي السعي في الطلاق؟ لا، اتركهم عن في الطلاق، اتركهم. إن أراد يطلقها يطلقها، وإن ما طلقها فالحمد لله، هذا أحسن، فلا تسعى بينهم في الطلاق، إنما تسعى بينهم في الإصلاح وبقاء العشرة. نعم. بارك الله. يقول: أنا رجل كبير في السن، وأقلق كثيرا على أبنائي وأخافوا جدا على مستقبلي وعند سفره وأمور كثيرة، فهل يتعارض هذا مع التوكل على الله؟ وبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ فعل الأسباب لا يتعارض مع التوكل على الله، توكل على الله وافعل الأسباب، لا تبقى على التوكل على الله وتترك الأسباب، ولا تأخذ بالأسباب وتترك التوكل على الله، بل اجمع بينهما. نعم. صلى الله عليكم. ما هي نصيحتكم لمن يعق والديه؟ نصيحتنا أن يتوب إلى الله عز وجل، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، وتأتي بعد الشرك بالله عز وجل، تأتي بعد الشرك بالله عز وجل، من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أنا صاحب معرض سيارات، وعندي أشخاص يشترون السيارات ويقومون بتقسيطها على زبائن يأخذونها، وهم نيتهم بيعها من أجل الحصول على المال، وأقوم أنا بشرائها، فما حكم ذلك؟ إذا تواطأتم على هذا ما يجوز، أما إذا مالك نية تشريها ثم بدالك تشتريها لا بأس، أما يكون مواطأة تقول أبيعها عليكم شرط أن يشتريها منكم لأنهم سيبيعونها رخيصة، ما يجوز هذا. نعم. صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال: ما هي أفضل صفة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. صلى الله عليكم. بارك الله فيكم.